Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
وإن كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kita bersama senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang berikutnya yaitu pembacaan tahlil, dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Al-Ustadz Bapak Muhammad Nurul Islah. Kepada beliau disilakan.